فيديو النهارده اقول لكم ازاي تعملوا التيار المثلثات. بس قبل ما نبدا يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. يلا بينا. كل اللي هنحتاجه في الطياره مقص وخيط، خيط طياره وشكرتونه او لزق عادي، اي حاجه عندك يعني، اي حاجه بتلزق، وبوصه تقطعها ثلاث حتت قد بعض، وكيس صفرة وكيس سودا او اي لون انت حابه. اول حاجه هناخده بوصه بصين نحطهم في وش بعض كده اهو، وهنجيب الخيط نربطه من النص. اهو تربط من النص اهو، بعدين تطلع حته من الخيط وتعمل كده وتعملها برضو الناحيه التانية وتشوفها تبقى قد بعض ولا لا. لو مش قد بعض حاول تعدلها اهو كده اهو اهو كده قد بعض. نكمل لف بعد ما نخلص لف هنفتحها كده. اهو وناخد تالت بوصة ونحطها في النص بالشكل ده اهو، بعدين هنربط من النص كده اهو، وبعد ما نربط بعد ما تخلص ربط خالص هتجيب الخيط وتلفه حوالين البوصة اللي من على ايدك اليمين اهو كده اهو 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 تمام. بعدين تربط في اخر حتة، تبدأ تربطها كده تمام، وتجيب الناحية التانية اللي في وشها وتربط برضو اهو، وتشد بس مش جامد بقى فاهم اهو اهو الناحية التانية. وفي اخر حتة بقى هتربط بعدين تقطع الزيادة بالمقص، بعدين تجيب الخيط المتبقي اهو وتلفه حوالين الخيط ده، بعدين تشد اهو شد كده اهو واربط تاني اهو كده بقى، عمره ما هيتشال معاك اهو. بعد ما خلصنا الطيارة اهي تبقى بالشكل ده اهو، يبقى بالشكل ده اهو. بعدين تجيب الكيسة الصفرة وتحطها على الطيارة بالشكل ده اهو، وتجيب الخيط وتربط اهم حاجة تربط كويس عشان الكيسة والطيارة هي طايرة ما تتخلعش منها اهو، وتقص زيادة والناحية اللي في وشها برضو كده، شد كويس اهو بس كده. بعد ما تخلص هتقصها كده، بص ركز في الحتة دي، هنجيب المقص وتقص كده كده كده. اهم حاجه تركز وانت بتقص الحته دي عشان دي اهم حته، والناحيه الثانيه برضه شبه كده اهي، والناحيه الثانيه برضه نفس الكلام. تطلع معاك بالشكل ده اهي اهي. بعد ما تخلص بعد ما تقطعها وتخلص هتجيب اللزق
وتلزقها من النص كده. بص اهو، تلزق كده اهو، وتعملها كده. ايوه شايف، اهم حاجه تشد كويس. بعدين نجيب الكيس الصفرا تاني، هتسيب واحده وتعمل الكيس الصفرا في الواحده التانيه. اهو تربط كويس اهم حاجه، وتعمل الكيسه تفرشها كده، تساويها، بعدين تقص زياده اهو. خلي بالك وانت بتقص، دي اهم حته، تبقى بالشكل ده اهو. هتجيب اللزق او الشكرتون، تقص حته منه بزقه كده على الكيسه الصفرا، وتشد جامد. نفس الكلام اللي عملناه المره اللي فاتت هنعمله برضه اهو. هتجيب الخيط وتربط كويس اهو، بعدين تقص زياده اهو، بعدين تجيب اللزق تلزقه كده، تعمله كده حته صغيره اهو، وتشد تلزق. هتبقى عامله الشكل اهي، تبقى عامله الشكل ده. بعدين نجيب الكيسه السوداء، والحته الفاضيه هنحط فيها الكيسه السوداء اهي. نعمل شبه ما عملنا في الكيسه الصفراء بالظبط اهو، هنربط كده، تبقى عامله المنظر ده. بعدين تقص كده، وما تلزقهاش بقى، ما تلزقهاش شبه الصفراء، هقول لك ليه في الاخر. وهتجيب الكيسه السوداء تاني، وتكيس الحته اللي مش متكيسه اهي، شبه ما عملنا في الصفرة بالظبط اهو، وتربط كويس وتسيبها برضو ما تلزقهاش. هقول لك في الاخر ليه. فاضل اخر حتة، هنجيب الكيسة السوداء وتربط من هنا كويس، بعدين هنجيب الكيسة السودا اللي فوق واللي من الجنب كلهم يعني، وتخليهم بالمنظر ده اهو، بالمنظر ده تمام. وهتقص زيادة من كل واحدة، يعني كده هتكون خلصت خلاص وشايف كل حاجة. هتقص زيادة من دي اهو اهو، دي برضو. كل اللي عليك هتعمله هتجيب اللزق، بس يستحسن يكون اللزق الشفاف مش ده، او لزق لونه اسود كده كده اهو، بعدين هتعمل طيارة كده. تقطع حته من هنا، تعمل كده، لا والتانية برضه تلزقها بس من هنا بقى كده، دي برضه تلزقها كده. بص هتجيب اللزق تلزقه كده من هنا اهو، بعدين تجيب حته لزق تاني اهو اهو، حته لزق وتلفها كده اهو، تلف اللزق كده، بعدين تلف كده هتحطه هنا اهو، وتشد الكيسه تلزق معاك، بعدين تقص زياده براحتك اهو. بص عاملة ازاي، تبقى عاملة الشكل ده اهو، وهي طايرة بقى، تبقى شكلها جامد جامد جامد.
وكده نكون خلصنا الفيديو، واشوفكم فيديو جديد. يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.